بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس الأساسي من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. أهلا وسهلا فيكم يا سادس بدرس جديد بمادة التاريخ. اليوم رح نتعرف على الفتوحات في عهد الخليفة عثمان بن عفان. رح نتعرف على أهم المناطق التي تم فتحها في آسيا وأفريقيا وأوروبا. رح نتعرف على معركة ذات السواري، ورح نتعرف آخر شيء على وفاة الخليفة عثمان بن عفان. في البداية بدنا نتعرف على أهم ما تم فتحه في آسيا وأفريقيا وأوروبا. أما في آسيا يا مس فقد تم فتح أذربيجان، خراسان وأرمينيا. أما في أفريقيا تونس، وفي أوروبا جزيرة قبرص وجزيرة رودس. هاي خلينا نشوف صورة لفتوحات المسلمين حتى آخر عهد الخلفاء الراشدين. هلا بنتعرف يا مس على معركة ذات السواري اللي تمت عام 34 هجري. ركز يا مس، هي أول معركة بحرية خاضها المسلمين. إيش هي أول معركة بحرية؟ اللي هي معركة ذات السواري، وسمي بذات السواري لكثرة سواري السفن المحطمة فيها. خلينا نشوف أحداث المعركة. تمت في 34 هجري في بحر الروم اللي هو البحر المتوسط حالياً. تمت بين المسلمين بقيادة عبد الله بن أبي الزرح والبيزنطيين الروم بقيادة الإمبراطور البيزنطي. سبب المعركة حتى يحموا شواطئ الأقاليم الإسلامية من أي اعتداء في بلاد الشام ومصر. النتيجة انتهت بانتصار المسلمين في أول معركة بحرية لهم، وانتزع الأسطول الإسلامي السيادة البحرية من الأسطول البيزنطي. خلينا نتعرف آخر شيء على وفاة الخليفة عثمان بن عفان. مكث الخليفة عثمان بن عفان، وحكينا في درس سابق أنه كانت مدة خلافته 12 سنة. توفي سنة 35 هجري وكان عمره 80 عام، وفي رواية أخرى 82 عام. وهيك يا مس درسنا لليوم بيكون انتهى، ويعطيكم ألف عافية يا سادس.